أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. النهاردة هيتجدد اللقاء مع العزيز على قلبي الدكتور خالد الزهيري، وهنتكلم مع بعض عن الذبحة الصدرية ومشاكل الذبحة الصدرية وخطورتها وأعراضها، وهنتكلم مع بعض في كل ما يخص الذبحة الصدرية. ولكن قبل ما ندخل في جو الحلقة، حابب يا دكتور طبعا أهنى حضرتك بعيد الميلاد. كل سنة وحضرتك طيب، وربنا يا رب يعود على حضرتك الأيام بخير، ودايما كده تبقى في سعادة وطاعة وصحة وعقبال 100 سنة يا دكتور. والله سعيد جدا ببركتك دي والله، وقلبي يعني فرحان جدا ان انت بتهنيني بعيد ميلادي والله يا استاذ. ربنا يحفظك يا دكتور، وطبعا في الكنترول القناة كلها بتهنى حضرتك، ربنا يبارك فيك، والأستاذ محمد المالكي بالتحديد، وربنا يا رب يعود على حضرتك دايما كده الأيام بخير. وندخل بقى في موضوع الحلقة، وعايزين نعرف هي ايه الذبحه الصدريه. بص يا استاذ احمد، الذبحه دي ببساطه شديده خالص هي عباره عن متلازمه من الالام التي تصيب الصدر، الام بتحدث في الصدر نتيجه للخلل او عدم الاتزان بين امداد عضله القلب بالاكسجين او زياده احتياج عضله القلب للاكسجين. يعني احنا عندنا في عدم اتزان، القلب مش بياخد اكسجين كافي، او ان القلب حصل فيه مشكله ومحتاج اكسجين زياده. يعني ده تعريف الذبحة الصدرية. يعني هو بمعنى صح نقص في الاكسجين، يعني لما بيبقى في نقص في الاكسجين، نقص في الامداد الاكسجين او زياده القلب، حصل ان هو محتاج زياده اكسجين زياده بقى، فهو نقص، يبقى عنده نقص ومحتاج زياده. تمام، اسبابها ايه بقى؟ بص، اسباب الذبحة الصدرية ديت احنا قلنا ان طبعا في عدم اتزان بين امداد عضله القلب بالاكسجين او الدم اللي واصل للقلب عشان يشبعه بالاكسجين قليل، ففي نقص في كمية الدم المتدفق للشرايين التاجية، وده بيحدث لعدة أسباب، أشهرهم وأهمهم مرض تصلب الشرايين التاجية. تمام، الشرايين التاجية يبدأ يحصل فيها تصلب. مرض تقلص الشرايين التاجية، ده يحدث فيه نقص في كمية إمداد الشرايين التاجية بالأكسجين. مرض التهاب الشرايين التاجية للإصابة بأمراض معينة زي مرض الذئبة الحمراء اللي هو المرض المناعي. مرض تجلط او انسداد الشرايين التاجيه، في بعض العيوب الخلقيه اللي بتصيب الشرايين التاجيه ويحدث لها بعد ذلك نقص في امداد عضله القلب بالاكسجين او بالدم الكافي المحمل بالاكسجين. في طبعا نقص بسبب جوده او كفاءه الاكسجين الواصل لعضله القلب زي ما بيحصل في الانيميا، مرضى الانيميا الشديده، او بيحصل في مرضى اللي عندهم نقص في الاكسجين العام في الجسم زي الهايبوكسي، مرض الهايبوكسي. تمام، في أسباب بتحدث نتيجة لزيادة احتياج عضلة القلب لدم أكتر، إن العضلة حصل فيها مثلا تضخم، محتاجة ضخ دم أكتر، البطين بدأ يتضخم فمحتاج إن كمية دم تكون أكبر. المريض ده بيعاني بقاله فترة من ارتفاع ضغط دم ومش مظبط العلاج بتاعه. تمام، المريض بيعاني من مرض في صمام القلب وهو مرض ضيق الصمام الأورطي. المريض عنده سرعة وعدم انتظام في ضربات القلب، فيبدا قلبه يحتاج لكميه كبيره من الدم المحمل بالاكسجين. تمام، دي اسباب الذبحه الصدريه ببساطه. هو الكلام اللي انت حضرتك قلته هو كلام محتاج يعني حلقات عشان نشرحه. تمام، طبعا اكيد، ولكن ممكن ناخد يعني حاجه منه، يعني مثلا انسداد الشرايين مثلا، ممكن مثلا اشهرهم، ناخد اشهرهم اللي هو تصلب الشرايين. تمام، ده اشهر حاجه ودي اكتر حاجه بتعمل الذبحه الصدريه. الواحد بقى يعني ايه بقى اللي بيجيب اساسا تصلب الشرايين ده، اسبابه في حد ذاته، وازاي الواحد يعرف ان عنده تصلب في الشرايين؟ بص حضرتك، طبعا احنا تصلب الشرايين ده بيحدث نتيجه لترسب جزيئات الدهون والكوليسترول في البطانه الداخليه للوعاء الدموي. تمام، ومعروف ان الوعاء الدموي ده مرن ولين عشان يسهل في الحركه الانزلاقيه لكرات الدم ويمد الاجزاء الجسم المختلفه بالدم، فبيحصل ترسب من جزيئات الدهون والكوليسترول في البطانه الداخليه اللي هي الناعمه دي. وبيحدث في الاوعيه الدمويه اللي هي كبيره الحجم او متوسطه الحجم، فلما يحصل ترسب لجزيئات الدهون يبدا يحصل شيء من الالتهاب وتلف في جدار الوعاء الدموي. مع هذا التلف يبدا يحصل تغير في الطبيعه الفسيولوجيه للوعاء الدموي اللي هو المرونه والليونه والحاجات المعروفه بتاعه الوعاء الدموي اللي احنا شرحناها دي، فيبدا يغير من وظيفته وشكله ويبدا يتصلب او يتقلص. في طبعا امراض تانية ممكن تعمل تصلب شرايين او تعمل تلف في الاوعيه الدمويه، زي مثلا مرض الاصابه بالميكروب الحلزوني، او مرض الاصابه بالتهاب البكتيري، التهاب الرئوي البكتيري الكلاميدي،
انا بقول لحضرتك الكلام محتاج شرح بقى كده برضه هتشرح لنا. طبعا الاصابه بالدهون منخفضه الكثافه اللي بتعمل تصلب شرايين، في الاصابه بالضغط السكر بضغط الدم والسكر والتدخين طبعا من اهم الاسباب اللي بتعمل تصلب شرايين. تمام، يعني لها اسباب كتيره جدا. والتصلب ده بيوصلنا بيؤدي بقى لاعراض الزبحه الصدريه. هو طبعا عشان ما ندخلش في مواضيع كتيره جدا فهنخلينا في الزبحه الصدريه دلوقتي. تمام، اعراضها يعني الواحد اللي عنده زبحه صدريه تمام. ايه الاعراض اللي بتبان عليه؟ جدا طبعا سؤال خطير جدا، لازم الناس تعرفه كويس عشان يتم التفرقه بين امراض القلب والامراض الاخرى او الام القلب والالام الاخرى. المريض بيجي يشتكي من الم في منطقه الصدر، يحس بألم في منطقة الصدر موازي لعظمة القص عموما، ده الأشهر والغالب يعني. فالألم ده عشان أتأكد هل هو ناتج عن وجود مشكلة في القلب أو ناتج عن وجود مشكلة في الشرايين التاجية أو أيا كان الأمراض اللي بتصيب القلب، في 7 أسئلة معينة بسألها للمريض. تمام، بسأله عن مكان الألم، عن وصف الألم، عن مدته، بيسمع فين الألم ده، بيزيد بإيه الألم ده، بيزيد بإيه الألم ده، بيبدأ يقل بإيه الألم ده، مصاحب لأعراض أخرى ولا لا. فأول سؤال طبعا هسأله للمريض مكانه، هيقول في صدري، ألم في صدري موازي لعظمة القص زي ما اتفقنا، مش هيستطيع إن هو يشاور عليه بصباع واحد، مش هيقدر يحدده بصباع واحد. في بعض الأحيان وفي مناطق غير مشهورة يحصل في أعلى البطن منطقة فم المعدة، تيجي الزبحة الصدرية في المنطقة دي. تمام. ممكن يجي في عظمة لوح الكاتب، بس أماكن غير مشهورة ولكن لازم الناس تاخد بالها منها طبعا. تمام، وصف الألم، المريض هيقول إن أنا حاسس إن في حاجة بتطبق صدري أو بتعصر صدري أو في حاجة جامدة بتضغط على صدري، ده وصفه بالظبط. تبدأ تشك إن في حاجة من مشاكل القلب أو الزبحة الصدرية، خصوصا لو كان مريض ضغط عالي أو سكر. تمام، لازم ناخد بالنا جدا من المريض ده. ممكن يجي بوصف تاني يقول أنا حاسس بعدم ارتياح صدري، حاسس إن هو مش مرتاح، في حرقان على صدري، وحاسس إن أنا مش قادر آخد نفس بطريقة طبيعية. تمام، بيسمع، هسأله طب الألم ده بيسمع فين؟ الأماكن الشهيرة هيقول لي بيسمع لكتف الشمال ودراع الشمال، وبيسمع للرقبة، بعض الناس تقول لك بيسمع لرقبتي، في ناس تقول لك بيسمع للفك السفلي أو الأسنان. تمام، دي الأماكن اللي بيسمع لها. طب مدته؟ هيقول لي أقل من 15 دقيقة. طبعا ما ينفعش يقول جالي في ثانية وراح أو جالي ساعتين ثلاثة، لا هو أقل من 15 دقيقة. في بعض الأحيان بيبقى أطول 15 دقيقة، بس لازم يتم تحويل المريض لأقرب مستشفى طبعا، وكده كده هيروح المستشفى. طيب، بس نعجل بيه إن هو يروح المستشفى عشان يتم التأكد هل دي زبحة صدرية عادية أو زبحة صدرية غير مستقرة أو جلطة في القلب. ده الألم بيسمع فيه، يعني بيبقى في تشابه ما بين الزبحة الصدرية وما بين أمراض القلب، أمراض بشكل القلب عام وأمراض الصدر طبعا. طيب، وحضرتك برضو قلت حاجة مهمة، قلت إن ممكن الألم ما يجيلكش في الصدر في المنطقة، ممكن يجي في مناطق تانية زي ما حضرتك قلت، في مثلا في منطقة أعلى البطن في فم المعدة، وقلت حضرتك برضو في كتف، في الكتف، في لوح الكاتف ممكن. تمام، وقلت في الصدر، فعايز حضرتك مثلا بشكل عملي أوضح لك الـ7 اسئله نكملهم عشان المريض يعرف بعد كده يتعامل مع الالم ازاي. تمام، خصوصا اي الم، مش شرط الالم اللي بيجي في الصدر عموما يعني. تمام، فالالم ده هتقول له بيزيد بايه، وده اهم حاجه. هيقول لك بيزيد مع المجهود، بعمل مجهود بحس ان الالم زياده قوي، او لما يجي دور برد شديد، بتعرض لهواء شديد، او بادخن، او مثلا بيمارس الجنس، او بيتوتر، فيبدا الالم يزيد معاه. طب بيقل بايه؟ هيقول بيقل لما ارتاح. والناس اللي متعوده على الزبحه الصدريه المستقره هيقول لك بقل لما اخد اقراص النيتريت تحت اللسان، مهدئه مثلا. لا دي اقراص بتعمل على توسعه الشرايين التاجيه، وتسهل من اندفاق الدم للشرايين التاجيه، فالقلب ما يحتاجش اكسجين كتير وما يحتاجش كميه دم كبيره، وهي بتوسع من الاورده. بس طبعا حضرتك تنصح الساده المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، مش اي حد يحس بالاعراض دي يجيب مثلا البرشام ده، لازم يروح للطبيب المختص او اقرب مستشفى، هم اللي هيسالوه عن الاسئله دي، هم اللي يحددوا الالم ده طبيعته، يحددوا العلاج بتاعه. تمام، اخر سؤال هساله له، هو بيصاحب الاعراض معينه، هيقول بحس ان انا بعرق كتير لما يجي لي الالم، بحس ان انا بنهج، بحس بدوخه، بحس بسغطه او ترجيع وغممان، حس ان انا، وفي بعض الاحيان يبقى خايف من الموت، مريض يدخل في حاله من الهلع والخوف من الموت. دي اهم 7 اسئله اللي برتبها واسال المريض عليها، اسئله بتفيد المريض وتفيد الدكتور في التشخيص كمان يعني. طب حضرتك بتقول ان الالم بيجي اقل من 15 دقيقه،
هو مثلا جه لحد اقل من 15 دقيقه ومشي ما قررش تاني، تنصحه برضه يتوجه للطبيب ولا دي لازم مثلا طبعا يتوجه للطبيب لو كان الالم وصفه زي ما اتفقنا، ولو كان نفس الاعراض المصاحبه ليه وبيزيد بالراحه ويقل بالمجهود لازم يتوجه للطبيب المختص او لطوارئ. حتى لو راح حتى لو الالم قل، ما هو بتحدث نوبه ويحدث حاجه اسمها ما بين النوبات. اثناء النوبه بيحدث الاعراض وما بعد النوبه الانسان بيستقر. تمام. فلذلك اسمها ذبحه صدريه مستقره. تمام. ممكن حضرتك برضو يعني عملي مثلا تشاور لنا على اكتر الاماكن مثلا في الصدر او اشهرها اللي بيجي فيها الم، وايه هي اشهر الالام دي؟ اشهر الالام اللي بتصيب الصدر طبعا هو المريض بيجي المستشفى طبعا ماسك صدره مش عارف يحدد الالم زي ما اتكلم، بس بيكون موازي لعظمه القص اللي هي في منتصف الصدر. تمام. عايزين حضرتك برضو كده يعني ايه عملي تقول لنا مثلا المنطقه دي، المنطقه هنا كده المريض بيجي ماسك على صدره هنا بالظبط داخل كده المستشفى، تبدا تشك فيه جلطه او ذبحه بنفس الشكل اللي انت موطي ومش قادر ياخد نفسه. تمام. الى جانب الاعراض والحاجات المصاحبه ليه، اشهر الالام اللي بتصيب الصدر طبعا في الام متعلقه بالقلب زي الذبحه الصدريه المستقره والذبحه الصدريه الغير مستقره وجلطه القلب، الجلطه في الشريان التاج او تمزق شريان الاورطه اللي اتكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت. تمام. او التهاب غشاء الطمور الحاد والجاف. في امراض بتصيب الرئه والصدر زي جلطه الرئه تعمل الم شديد في الصدر، زي الاسترواح الهوائي الرئوي الحاد ده بيعمل الم شديد في الصدر بكل انواعه طبعا. فيه التهاب الغشاء البلوري المحيط بالرئه، فيه الالتهاب الرئوي الحاد سواء كان بكتيري او فيروسي ده بيعمل الم في الصدر. في طبعا امراض متعلقه بالجهاز الهضمي زي مرض ارتجاع المريء بيعمل الم شديد في الصدر، زي انسقاب المعده انسقاب قرحه المعده الحاد. تمام. زي مثلا مرض التهاب المراره الحاد ده بيعمل الم في الصدر. في امراض خارج الصدر خالص اللي هي بيحصل شد عضلي في عضلات الصدر فيبدا المريض يحس بالم في صدره. يعني الامراض دي لو عند حد ممكن يجي له تعب في الصدر والم في الصدر نتيجه الامراض دي. نتيجه الامراض دي، لكن في كلتا الاحوال لازم تنصح المريض يتوجه للدكتور المختص للطبيب او هو يشخص الحاله. وعاوز اوضح على حاجه معينه، اي الم في اعلى البطن في منطقة فم المعدة عموما في الصدر إلى الفك السفلي يمينا ويسارا في الخلف أو في الأمام ده ذبحة صدرية until proved otherwise حتى يثبت العكس. تمام. طيب حتى يثبت العكس. طبعا حضرتك أنت دلوقتي سألت المريض اللي جالك السبع أسئلة اللي حضرتك قلت عليها. تمام. في حاجة تانية يعني بتشخص بيها المريض غير السبع أسئلة دول؟ أكيد ولا طبعًا. السبع أسئلة دول لا أكيد طبعا، دي بتوجهني إن هو مريض قلب، السبع أسئلة دي والألم ده ناتج عن وجود مشكلة في القلب. تمام. فأنا ببدأ أدخل المريض المستشفى واهتم بيه كويس، فنعمل له رسم قلب عادي ورسم قلب بالمجهود. بعض الأحيان ممكن نلجأ لعمل أشعة موجات فوق صوتية على القلب اللي هي الإيكو. تمام. في بعض الأحيان نلجأ لأسطرة لتصوير الشريان التاجي. في بعض الأحيان ممكن نعمل أشعة مقطعية بالصبغة على القلب. ممكن نعمل رنين مغناطيسي على القلب. دي كلها فحوصات بتيجي تباعا يعني. فتباعا. ولازم في تحاليل طبعا معينة أهمهم تحليل إنزيمات القلب. وده اللي بيفرق هل هي جلطة مستقرة أو غير مستقرة، وهل هي ذبحة أو جلطة عموما. تمام. وتحليل حاجة اسمها غازات في الدم، دي التحاليل اللي لازم تتعمل للمريض اللي بيشتكي من الم في صدره وتاكدنا فعلا ان الالم ده ناتج عن وجود مشكله في القلب. في تحاليل خاصه بعوامل الخطوره. تمام. زي مثلا تحليل السكر، تحليل الدهون، تحليل وظائف غده درقيه، تحليل وظائف كلى، تحليل صوره دم كامله. يعني بتطلب الفحوصات اللازمه والفحوصات اللي تاكد هل في وجود عوامل خطوره ولا لا. تمام. بخصوص بقى عوامل الخطوره، ايوه عايزين نعرف ايه هي عوامل خطورة الذبحة الصدرية. تمام. يعني ايه هي العوامل؟ عوامل خطورة الذبحة الصدرية يعني عاوز اقول لك هي نفس عوامل خطورة مرض الضغط. الى حد ما نفس عوامل خطورة مرض السكر. تمام. ففي عوامل متعلقة بالشخص نفسه، يكون سنه اكبر من 40 سنة. بتحدث في الرجالة اكتر من الستات، دي عوامل متعلقة بالشخص في الرجالة اكتر من الستات. في تاريخ مرضي في العائلة، ان هم عندهم تاريخ مرضي بالذبحات والجلطات الصدريه. في عوامل متعلقه بالامراض اللي عنده، لو المريض ده عنده ضغط
عنده سكر، عنده سمنة مفرطة. المريض ده بيعاني من زيادة الدهون والكوليسترول في الدم. تمام. عشان دي بتعمل تصلب في الشرايين زي ما اتكلمنا. المريض بيعاني من زيادة أملاح اليوريك اللي بتسبب حمض اليوريك اللي بيسبب أملاح مرض النقرس. ده برضو من ضمن عوامل الخطورة. في عوامل خطورة متعلقة باللايف ستايل اللي هي أسلوب المعيشة عموما. المريض ده إلى حد ما بمدخن، بياكل أملاح ودهون كتير، حياته خاملة، مش بيمارس الرياضة خالص ولا بيتحرك، بياكل ويقعد. السمنة السمنة قلنا إن هي تبع الأمراض طبعا وهي مرض. زي ما اتكلمنا برضو توتر وضغط نفسي في حياته، ده متعلق باسلوب المعيشة. يعني هي شبيهة زي ما حضرتك قلت زي نفس الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها، ودي عوامل خطوره برضو تصلب الشرايين. تمام. مرض تصلب الشرايين. طب ايه اشهر المضاعفات؟ يعني ايه اشهر المضاعفات اللي بتبقى للذبحه الصدريه؟ اشهر مضاعفات الذبحه الصدريه النوبات القلبيه المستمره. المريض طبعا بيدخل ما بين كل مره والتانيه في ذبحه صدريه. الذبحة الصدرية دي تؤدي إلى ضعف في عضلة القلب وعدم انتظام وخلل في ضربات القلب، فيبدأ المريض يدخل في نوبات قلبية مستمرة. تحول الذبحة الصدرية المستقرة إلى ذبحة صدرية غير مستقرة. المريض مش ماشي على برنامج العلاج اللي الدكتور ممشيه عليه. مش بيتابع قلبه ولا بيعمل الفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة القلب والشرايين التاجية. المريض حياته بتزداد سوء أكتر من الأول، فبالتالي الذبحة تتحول من ذبحة مستقرة إلى ذبحة غير مستقرة. في حالة يعني بعد كده المريض ممكن يدخل في جلطة في الشريان التاجي، ودي جلطة القلب وده طبعا قاتلة. تمام. يعني حضرتك حابب توضح إن الذبحة الصدرية لو ما تعالجتش ممكن تسبب لك مرض في القلب، تسبب لأنك أنت ما عالجتش الذبحة الصدرية. هي طالما مستقرة نحاول على قد ما نقدر إن هي تخليها مستقرة والعيان ياخد العلاج ونبقى مطمنين عليه وما فيش فيه اي مشكله. تمام. في حاله تسمى مرض احصار القلب او الاحصار الاوزيني البطيني، اللي هو بيبقى فيه يعني ممانعه بين التوصيل الكهربي بين الاوزين والبطين، فده طبعا مرض خطير ومن ضمن مضاعفات الذبحه الصدريه. تمام. هو يا دكتور انا بصراحه بحاول يعني اخد قدر اكبر قدر ممكن من المعلومات لان الوقت يعني شبه انتهى، فعايز حضرتك تقول لنا الذبحه الصدريه لها انواع ولا نوع واحد؟ لها انواع زي ما اتكلمنا. الذبحه الصدريه في ذبحه صدريه مستقره وهي اللي اتكلمنا. لا غير الانواع في دي. في ذبحه صدريه غير مستقره، وده بتختلف عن الذبحه الصدريه ان ممكن تيجي وقت الراحه، ممكن بتيجي بتتكرر كتير، عدد حدوث المرات بتاعتها كتير، الشده بتكون اشد واقوى، مدتها بتكون اطول عن 15 دقيقه زي ما اتفقنا. ودي بتيجي بسبب تصلب الشرايين وبيحدث فيها شيء من الجلطات، ولكن الوعاء الدموي او الشريان التاجي مش بيتقفل بالكامل، فبيكون في بعض من الدم بيوصل لعضلة القلب، فتبدأ تتحول الذبحة الصدرية دي ذبحة صدرية مستقرة إلى غير مستقرة. ممكن تحدث بعد جلطات القلب، ممكن تحدث كأول مرة نوع من أنواع الذبحات الصدرية. في ذبحة صدرية متغيرة، ودي اللي حابب أوضح عليها جدا يعني، وده بتحدث في الشباب وصغار السن بسبب الإدمان، مش بتحدث بسبب الجلطات ولا تصلب الشرايين ولا أي حاجة من الحاجات دي. دي بتحدث بسبب تقلص الشريان، المرونة اللي فيه والنعومة دي مش بتكون موجودة، لكن لا فيه تصلب لا فيه دهون ولا أي حاجة، لا هو عبارة عن تقلص في الشريان التاجي فقط، فاندفاع الدم ليه بيكون مش كافي، فيبدأ المريض وقت الراحة يحس بألم شديد في صدره مش عارف مصدره إيه. ودي طبعا يعني بتحدث في شباب الأيام دي كتير، وبنصحهم طبعا بعدم التعاطي والمخدرات وكل وسائل الادمان اللي بتؤدي لخطوره الحياه. بما اننا هنتكلم عن نصائح بقى هو الوقت يعني ما انتهاش قوي يعني بما اننا هنتكلم عن نصائح، فعايز حضرتك لو هتوجه النصائح لمريض الذبحه الصدريه بشكل عام، ولو هتوجه للشباب ايه نصائحك غير الادمان مثلا المدمنين دول، ايه نصائحك للمريض بشكل عام؟ المريض عموما ان هو يقلل وزنه، اهم حاجه في كل حلقه تقليل الوزن. بعد كده يمارس الرياضه بانتظام، والرياضه ما تكونش رياضه عنيفه خصوصا لو هو عنده ذبحات صدريه، لا تكون مشي نص ساعه 5 مرات في اليوم، ده كافي جدا. والمشي ليه فايده مهمه جدا يا احمد، حتى للناس اللي هم الطبيعيين، بيزيد من حاجه اسمها الدهون عاليه الكثافه. الدهون عاليه الكثافه دي مفيده، اللي هي ما بتبقاش مضره. مفيده مفيده، وبتحمي القلب من الجلطات وبتحمي الشرايين من التصلب، وربنا سبحانه وتعالى واضحها كموضع حمايه للانسان.
يبعد عن التدخين والمخدرات وسبل التعاطي بكل ما تحتويه الكلمة يعني. طبعا يبعد عن التوتر والقلق والضغوط، الرياضة ونظام يظبط غذائي سليم، والنظام الغذائي يكون بعيد عن الأملاح والدهون أو قليل في الدهون والأملاح، يظبط ضغطه وسكره، مستويات السكر تكون مظبوطة ومعدل ضغط الدم يكون مظبوط، يبدأ يعمل الفحوصات الدورية والتحاليل المعملية للاطمئنان على صحة وسلامة القلب. دي أهم النصائح. طيب لو هنتكلم بقى عن العلاج، عن العلاج، العلاج ايه اهم طرق العلاج؟ طبعا بعيدا عن العوامل اللي حضرتك شرحتها دلوقتي، اهم طرق العلاج تحديدا للناس اللي بيجي لها النوبة، يعني يعملوا ايه قبل النوبة وبعد النوبة، يعملوا ايه؟ هو طبعا اللي جاله النوبة اكيد راح للدكتور وعرف ان هو عنده ذبحات صدرية، فلما تجيله النوبة هيبدأ يرتاح خالص، مفيش مجهود، عشان يبدأ القلب ما يبذلش مجهود وتبقى كمية الأكسجين اللي فيه كافية. ده كويس، هيبدأ يرتاح إن شاء الله. نبدأ بوضع أقراص النيتريس تحت اللسان. يبدأ بوضع قرص واحد تحت اللسان ويستنى 3 دقايق، ولو مفيش راحة يبدأ يضيف القرص الثاني، لو مفيش راحة يضيف الثالث وما يزيدش عن كده. لو الألم استمر أكتر من 15 دقيقة معنى كده إن دي يا جلطة في القلب، هي ذبحة صدرية غير مستقرة، أو أي ألم من الآلام اللي إحنا اتكلمنا عليها دي، فيبدأ يتوجه فورا إلى المستشفى لعمل الفحوصات والتحليل اللازم. تمام، ده وقت النوبة. وقت الاستقرار بقى اللي هو الإن بتوين أتاك، يعني في بين حدوث النوبة وبعضها، بياخد مجموعة، بيتناول مجموعة من أقراص النيتريتس دي، زي ما اتكلمت ان هي بتوسع الشريان التاجية وبتساعد في اندفاع الدم بصورة كافية للشريان التاجي ومده بالأكسجين الكافي، مد القلب بالأكسجين الكافي، بتعمل على اتساع الأوردة فبتقلل حاجة اسمها الفينوس ريتير، فبيقل احتياج عضلة القلب للأكسجين أو للدم. ياخد مجموعة من حصيرات مستقبلات بيتا، دي بتقلل من ضربات القلب وبتساعد في ان القلب يحتاج كمية قليلة من الدم برضه، وياخد واحد من مجموعة حصيرات قنوات الكالسيوم، دي برضو نفس شغل النيتريتس ان هي بتهدد البيتا، مستقبلات بيتا بتهدد ضربات القلب وبتساعد ان في اتساع الشرايين التاجية، فالقلب بيكونش محتاج كمية كبيرة من الدم عشان تمده بالأكسجين. تمام. ياخد علاج مانع لتجمع الصفائح الدموية، وده معروف طبعا، وعلاج مانع لتجلط الدم، واهم حاجه طبعا علاج خافض الكوليسترول والدهون بشكل عام. بس لو ما فيش نتيجه او بتتكرر معايا الذبحات الصدريه باستمرار هيعمل ايه؟ الفحوصات اللي حضرتك قلت عليها، هيبدا يعمل طبعا الفحوصات اللي احنا اتكلمنا عليها، واهمها هيعمل قسطره تشخيصيه ويدخل يشوف عدد الصمامات، عدد الشرايين اللي حصل فيها تصلب او اي مشكله، فلو كان فيه واحد او اتنين بالكتير قوي هيبدا يعمل دعامه، وده طبعا دكتور القلب هو المختص بالحاجات دي، كل ده دكتور القلب هو المختص ان هو يدخل ويصور ويشوف الكلام ده كله، يبدا يدخل يحط دعامه او يوسع الشريان التاجي بالبالون عشان تكون كافيه لاندفاع الدم فيها بصوره كبيره. طيب لو كان فيه اكتر من 3 شرايين، او لو كان الشريان الاساسي المغذي للقلب هو اللي فيه التصلب، هيبدأ يدخل يعمل حاجة وصلة ما بين الأورطة وما بين الشريان التالي. تمام. طب يا دكتور آخر سؤال مع حضرتك، دلوقتي حضرتك قلت إن الذبحة الصدرية بتأثر على القلب. تمام. ممكن تأثر على حاجة تاني غير القلب ولا لأ؟ وهل في طرق معينة غير النصائح اللي حضرتك قلتها، مثلا الرياضة أو تقليل الوزن أو نظام صحي سليم، هل في نصائح تانية ممكن الواحد يعملها إنه يقي نفسه من الذبحة الصدرية وبتأثر على القلب ولا؟ وده آخر سؤال مع حضرتك. هي طبعا بتأثر على القلب والمضاعفات اللي احنا اتكلمنا عليها. تمام. دي أهم حاجة، إن هو بيدخل في المضاعفات الخطيرة اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي النوبات القلبية أو تتحول إلى ذبحة صدرية غير مستقرة أو جلطة أو إحصار في القلب. الإنسان السليم يقي نفسه بممارسة الرياضة زي ما اتكلمنا، أهم حاجة، وتقليل الوزن الزائد والنظام الصحي الغذائي السليم للوقاية من الذبحات الصدرية. ولو إنسان عنده تاريخ مرضي في العيلة إن هم عندهم إصابة بذبحات أو جلطات في القلب، ده طبعا لازم يتابع كويس ويعمل الفحوصات اللازمة والفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة وسلامة القلب.
تمام حضرتك يا دكتور، حضرتك شرفتني ونورتني. ربنا يبارك. وبصراحة الواحد بيبقى سعيد انه مع حضرتك، والحلقة للأسف بتخلص بسرعة لان حضرتك يعني موسوعة من العلم. الله يبارك لك. وحضرتك شرفتني ونورتني. انا ليا الشرف والله، وبكون سعيد جدا وانا جاي البرنامج، ويعني مش عاوز اقول لك مدى فخري واعتزازي بالبرنامج والله، وبالسادة المعدين على خروج البرنامج للناس بالصورة الكويسة دي والله. ربنا يحفظك يا دكتور، وبشكرك جدا، وان شاء الله نكمل في الحلقه الجايه ان شاء الله. وانا طبعا من هنا بشكر طبعا كل القائمين على قناه الصحه والجمال، الاستاذ محمد المالكي، الاستاذ وليد عمار المخرج المتميز، الاستاذ جمال عبد العظيم، الاستاذ محمد الشاهد، الاستاذ علي، بشكر كل القائمين على، والاستاذ سامر عبد المجيد، بشكر كل القائمين على قناه الصحه والجمال، لانه فريق جميل جدا وفريق متعاون، واتمنى يعني لهم التوفيق والنجاح. وأتمنى الحلقة تكون عجبت حضراتكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقات.